عشية يوم الخميس من الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة، من مزامير أبينا داود النبي: حي هو الرب ومبارك هو إلهي، ويتعالى إله خلاصي، الله المعطي الانتقام لي، أخضع الشعوب تحتي، هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: أجاب يسوع وقال: أليس أنا اخترتكم أيها الاثنى عشر، وواحد منكم هو إبليس؟ وكان يقول عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأنه كان مهتما بأن يسلمه، وهو واحد من الاثنى عشر. وبعد هذا كان يسوع يجول في الجليل، لأنه لم يكن يريد أن يسير في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون قتله، والمجد لله دائماً.